في الفيديو ده هنكسب دلوقتي 500 دولار وهنسحبهم قدامك في اقل من نص ساعة. ممكن تسألني دلوقتي تقول لي يا عم احمد ازاي انت واثق ان انت هتكسب 500 دولار؟ هقول لحضرتك الموقع بقالنا شهرين ونص شغالين فيه بنفس الطريقة وسحبين منه لحد دلوقتي 3700 دولار غير ال 500 اللي انت هتشوفهم دلوقتي وهم بيتسحبوا. زي ما انت عارف طبعا اي فيديو بنعمل فيه اثبات سحب كتير فالهدايا بتكون كتير. هنختار 10 اعضاء من الناس اللي بتعمل لنا لايك الحلو زيهم، كل عضو بياخد فيهم 5 دولار. تقدر بقى توصل 5 دولار ديت ل 100 دولار، ولكن مش شرط تستلمها في الموقع، تقدر تستلمها في اي مكان يعجبك. انت عارف كوين فري مفيش عندها اي شروط ولا مسابقات، دي هدايا طالعه من كوين فري. لو عجبك المحتوى وانت بتتفرج علينا ما تنساش تدعمنا بلايك، وتعالى اشرح لك. كالمعتاد طبعا الموقع لو انت بقالك اكتر من شهرين ونص عندنا في القناه عارف ازاي تسجل في الموقع. بتكتب رقم التليفون، بيكون رقم تليفون حقيقي، وبعد كده الباسورد، وتقول له ابعت الكود، بيوصلك الكود على رقم تليفون حضرتك، وبعد كده بتقول له تسجيل. جميع المفاتيح او جميع البلدان موجوده عند حضرتك، تقدر تختار بلد حضرتك وتسجل. دلوقتي عندهم بونص اضافي، على سبيل المثال في اول 50 دولار بتعمل لها شغل في الموقع بتاخد 5 دولار، واول 100 دولار بتاخد 12 دولار، وطبعا لحد 100 دولار هديه غير اللي انت هتشتغل بيه. طبعا توصل للمبلغ ده ازاي او توصل للبونص ازاي؟ هتروح طبعا للادمن الموجود عندهم في الموقع، بمجرد ما بتسجل تقول له انا مثلا شحنت ب 50، شحنت ب 100، عايز البونص يا ابو الصحاب. ولكن طبعا اكيد انت عارف الكلام ده من زمان. ازاي يا عم احمد بقى بنكسب من الموقع؟ خليني بس اعرفك عليه في الاول كده عشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. السحب والايداع من نفس المكان، عندك هنا الشحن وعندك هنا السحب. طبعا زي ما حضرتك شايف هنا بيبدا من 50، ولكن هي الحد الادنى للشغل بيكون 5 دولار. تقدر بقى ان انت تحذف من هنا وتكتب الرقم اللي انت عايزه، 5 دولار 10 50 60 المبلغ اللي انت هتشتغل عليه. ودلوقتي تقدر انك انت تعمل ايداع بعمله الاو اس دي تي على شبكه باينانس او بيننس زي ما انت بتنطقها. طبعا تختار الصفراء او تختار الحمراء، ولكن الافضل الصفراء عشان الرسوم بتاعتها قليله جدا، اللي هي شبكه بيننس او بيننس زي ما انت بتنطقها. طبعا زي ما انت حضرتك شايف عندك هنا الربح من الاحالات. برضو لو انت هتعمل احالات لاصدقائك ما ينفعش تعمل احالات لنفسك عشان الموقع هيتقفل او الحساب بتاعك هيتقفل ومش هتعرف ان انت تشتغل في الموقع. على كل حالة طبعا او على كل تيم من الاحالات انت بتاخد بونص اضافي. البونص ده بيوصل لحد 300 دولار، وده كل اسبوع، مش مرة واحدة بس، كل اسبوع بيتجدد نفس النظام. وطبعا عندك هنا ليفلات، يعني كل مثلا واحد بيشحن ب5، واحد بيشحن ب10 وهكذا يا ابو الصحابة. لكن الحاجات دي اكيد انت عارفها، انا بشرحها دلوقتي للناس اللي هي مثلا لسه جديدة معانا في الموقع عشان تبقى عارفة ازاي تشتغل. عندك هنا صندوق الربح يا ابو الصحاب، وهنا في 4 خيارات، 1 2 3 4، وفي الاسفل عندك هنا 3 الوان، اختار اللون اللي يعجبك. بص انا عارف لحد دلوقتي انت بتتفرج على الفيديو ومهتم بيه، ولكن نسيت تعمل لايك، اعمل لايك بقى وشكرا لايك على اللي انت هتعمله دلوقتي. بتختار اي لون، بتبدا من 1 دولار 10 دولار 100 دولار وهكذا، تقدر بقى تزودهم في 1 في 2 في 3 في 4 اللي يعجبك يا ابو الصحاب. الشغل بيبدا من 1 دولار. على سبيل المثال دلوقتي طبعا احنا عندنا 242، ولكن ال 242 دولت برضه كاسبينهم من نفس الطريقه، مش عاملين لهم شحن ولا حتى صاحب الموقع هو اللي مديهم لي عشان اشتغل بيهم. ده الكلام ده ارجع للفيديوهات القديمه وانت تعرف عندنا 3700 دولار. بص يا ابو صحاب انا بختار اي لون يعجبني، الاحمر اخضر لونين مع بعض. هي طريقه الربح عامله ازاي عشان تبقى فاهمها بطريقه بسيطه؟ طبعا هنا عندك اهو 222 هيوصلوا دلوقتي 506 دولار. طريقه الربح من الموقع ده اشرحها لك كده بالبلدي عشان تفهمها، سيبك من الفيديو اللي انت شايفه، ولكن انا هشرحها لك بالطريقه السلسه. في 3 الوان، كل لون تقدر انك انت تشتغل عليه. اول مره بتخش ب F1، يعني ايه F1؟ يعني لو هتشتغل ب1 دولار فانت بتخش ب1 دولار. كسبت يبقى زي الفل، خليك على 1 1 1 1 لحد ما توصل للرصيد اللي انت عايزه. ما كسبتش فانت بتعملها F3. يعني ايه F3؟ يعني 3 دولار. وطبعا ده بيعتمد على الرصيد، لو انت هتخش ب 10 دولار F3 يبقى 30 دولار. لو انت بقى ما كسبتش في F3 فانت بتخليها F9، يعني 1 3 9، بعد كده 15 27 وهكذا، ولكن طبعا انت توصل لحد 9 وهتكسب. نفس الكلام بتخليك على نفس اللون وبعد كده بتزود، بحيث ان انت مثلا اخترت واحد
وما كسبتش فيه اخترت 3، فانت كده اخدت 4 مرات، يعني عوضت اللي انت ما كسبتوش مرتين. نفس الطريقة زي ما طبعا حضرتك شايف انا بختار اي لون، ولكن طبعا القصة كلها زي ما قلت لحضرتك يا اما بيعتمد على 1 2 3 4 5 6. يعني ايه 1 2 3 4 5 6 يا عم احمد؟ الجدول طبعا اللي هو ظهر قدام حضرتك موجود فيه كل حاجة. على سبيل المثال دلوقتي انا ما كسبتش، يعني انا دلوقتي ممكن اقول اه مش عايز العب ومش هكمل، لا انا ما كسبتش لان انا دخلت بF3، دلوقتي دخلت بF17. عارف يعني ايه F17؟ يعني الرصيد كله اللي موجود عندي اللي انت 300 اللي انت شفتهم اهو قدام حضرتك دخلت بيهم كلهم. ليه بقى؟ لان انا المرة اللي قبلها ما كسبتش واللي قبلها برضو ما كسبتش، فمعنى كده ان الموقع كده كده هيكسبني، لان عمرك ما تخسر 3 مرات ورا بعض. زي ما طبعا حضرتك شايف زي ما قلت لحضرتك 455 دولار، دخلت بF7 17، يعني انا داخل ب 10 دولار F17، يعني انت اضربها ببعضها عامله ازاي. وهكذا نزلت الرصيد تاني لان انا ما كسبتش المره اللي بعدها، دخلت بقى بF7 22 F22 في 10 وهكذا. لازم تعتمد على القطه اللي انا قلتها لحضرتك اللي هي واحد، لو انت هتكسب مره واحده فانت هتخليك مره واحده، لو انت ما كسبتش المره الواحده فانت بتزودها 3 مرات، ما كسبتش 3 مرات فانت بتزودها 9، ولكن كده كده هتكسب من الموقع. دلوقتي تقدر تسحب على شبكة البي ان بي اللي هي شبكة الاوزتي. عشان تغير الشبكة فانت بتدوس هنا زي ما طبعا حضرتك شايف، اختار الشبكة اللي تعجبك وتسحب عليها، وبعد كده بتجيب المحفظة وتجيب الكود. الكود ده هتجيبه منين؟ هتحتاج ان انت تنزل برنامج التعريفي، او خلينا نقولها كده برنامج المصادقه بتاع جوجل. تقدر انك انت تنزله، هو موجود عند حضرتك هنا، وبيبعت لك كود، تاخد الكود ده تحطه في البرنامج بيظهر لك كود وهكذا. طبعا اكيد انت عارف الكلام ده لو انت شغال في العملات الرقميه. لو انت شايف الموضوع صعب عليك تقدر تسحب على شبكه ترون عادي جدا اللي هي شبكه الاو اس تي على 20. طبعا 506 تم السحب هنا اهو، مفيش 3 دقايق بالظبط الرساله وصلت في باينانس هنا عندنا في الجميل. زي ما قلت لحضرتك 500 طبعا اللي احنا سحبناها 506 وصل طبعا 490، عشان مبلغ كبير اتسحب طبعا الرسوم عندنا كانت كتيره. دلوقتي حضرتك انت شفت الموقع عندنا ده اكتر من شهرين ونص، وشفت كل فيديو بنعمل فيه اثبات سحب لا يقل اقل حاجه عملناها لسحب من الموقع ده 250 دولار. احسب بقى في شهرين ونص وكل حاجه موجوده عندك في قائمه اثبات السحب. بالنسبه بقى يا جماعه لتوزيع الهدايا، خليني بقى اقولها للجميع كده عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه انا ما عنديش شروط في توزيع الهدايا، يعني مش بقول لك اعمل لايك ولا اتفرج على الفيديو ولا اعمل مشاركه ولا اعمل اي حاجه. تاني حاجه دي مش مسابقات، يعني انا مش بختار وما اشوفش مين المنافس عشان اختار اللي هديله الهدايا. دي هديه يا جماعه، انت عارف يعني هديه؟ هديه طالعه من قناه كوين فري. انت ممكن تقول دلوقتي في التعليقات انا عمري ما كسبت من عندك، وده كل التعليق اللي انا بشوفه في اسفل الفيديو، لان انا لما بخش اختار ما بخشش اختار اللي بيقول لي يا عم احمد انا ما كسبتش، عم احمد عايز اكسب. الناس ديت لما هي داخله عشان تكسب فانا مش بكسبها، انا بختار العضو الحقيقي في كوين فري اللي بيخش مثلا يقول مساء الخير يا عم احمد، ازيك يا عم احمد، او يسالني سؤال في الموقع ده، بيكون فعلا اهتم بالفيديو وشاهد الفيديو. طبعا اكيد عمل لايك عشان هو عجبته كوين فري. لحد كده شرحت لك كل حاجه بالصحاب، بس اشتعمل لايك ونشوفك في جديد على كوين فري.